السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده تابع للكيان وبيقول لك ايه الحاجات اللي انت لو استثمرت فيها هتفيد الكيان. فهناخد الموقع دوت كدليل ايه الحاجات اللي احنا ما ينفعش نتعامل معاها بتاتا، لان كل معلوماتك بتبقى عندهم هناك. تمام، طيب ايه الحاجة اللي انت شايفها من هنا واعرف انها غلط؟ ممكن ويز دوت. تمام، انت شوف لو في اي حاجة ظهرت عندك انت بتستخدمها لازم تدور على البديل بتاعها. تمام، ده مثلا حاجات خاصة بالـ HR، هل في حاجة هنا؟ تمام، ماي انترفيو لو بتعامل معاه اقفله تماما، ما بتعملش معاه تاني. تمام، لو حد يعرف أي موقع عربي حلو يا ريت يبعتهولنا عشان نعمل له دعاية مجانا. تمام، ويكس ده موقع ناس كتير بتستخدمه، يا ريت نبطل إن احنا نستخدمه لأن السيرفرات هناك، ما ينفعش إن احنا نتعامل مع حاجة تكون السيرفرات هناك. ماندي خلاص مفيش حد يتعامل معاه تاني، فيبر برضو محدش يتعامل معاه تاني، في بدائل، كل دي ليها بدائل تانية كتيرة وأحسن منه، فمش عايزين نتعامل معاه، لا نسخة مجانية ولا نسخة بفلوس. طيب لو أنا بتعامل مع حاجة فيهم وعايز أبطلها، مثلا فيبر، تمام، كل اللي أنت هتعمله هتخش على موقع اسمه الترناتيف. تمام، الموقع هو أنا كنت فاتحه أصلا بدور على حاجة تانية، حاجات خاصة بالاستدامة، بس ممكن تيجي هنا وتقول له أنا عايز أدور على بديل لفيفر. تمام، هيبدأ يجيب لك الموقع، هو تبدأ ان انت تشوف انهي واحد فيهم اللي انت بتدور عليه. مثلا الموقع ده بيقول لك ليه 123 بديل. تمام، فخلاص نبدأ نشوف البدائل ونبدأ ان احنا نتعامل مع البدائل. في موقع اسمه فريلانسر دوت كوم، تمام، في موقع اسمه تاسك رابت، في ابورك، تمام، في موقع كتير جدا، ابورك اهوت، ماشي، فتقدر تلاقي بدائل كتير جدا. كل البرامج ديت خلاص مفيش تعامل معاها تاني، تمام، لان دي رسميا البوت تاون دوت، ماشي، انا كنت استخدمته قبل ما اعرف ان هو تبعهم. طيب خلينا نشوف هل ليه بديل، ده قاعد موجود عندهم في قاعدة البيانات بتاعتهم. تمام، يعني انا مش بتبلى عليهم، تعال هنا وقول له البوتون اهوت، قول له انا عايز البدائل بتاعته، هيبدأ يجيب لك بدائل كتيرة جدا اهو، وفي اغلبهم مجاني. يعني انت ممكن تيجي تقول له كده انا عايز البديل اللي هو المجاني، هتبدأ تلاقي بدائل كتيرة جدا، تبدأ تدور وان شاء الله تلاقي بدائل تانية تكون افضل في الاستخدام. وريت تقول لنا لو حد يعرف موقع او برامج حلوة ومجانية، يا ريت تقول لنا.